انت قابلت كيان من وراي؟ يبقى قابلتها ابقى مدخلك بيتي وعاملك عيل من عيالي وتستغفلني؟ تزغرني قدام اخت عايده؟ سكت ليه ما ترد؟ قابلتها يا عم صادق، قابلتها بس مش عشاني، عشان اخوي. بتبص لي كده ليه؟ انت مربيني وعارفني كويس وعارف اني ما بكدبش. مال كيان ومال يحيى؟ انت بتقول اي كلام عشان تبرر به اللي انت عملته؟ فكرك لما تقابل البت من ورا اهلها هيرضوا يدوهالك؟ انت صعبت الامور عليا وعليك. وبحذرك يا احلى، لو شفت كيان مره تاني من وراي حسابك هيكون معايا انا. ليه يا عمي صادق؟ ليه؟ حرام عليك انت وهم علي، حرام. انا فيا اللي مخفيني؟ معقوله ابقى سايب اخوي ما عرفش جراله ايه واجري ورا قلبي؟ ده حتى لو لسه في قلبي حاجه انا حيتها مش وقتها. ولو انت شايف ان انا غلطت فحقك علي، حقك علي يا عم صادق، حقكم علي كلكم.